نظمت رابطة أساتذة اللغة الإنجليزية في لبنان مؤتمرها الدولي 23 تحت عنوان الذكاء الاصطناعي برعاية وحضور وزير التربية عباس الحلبي، الذي أكد بدوره أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل للمناهج التعليمية. هذا هو المستقبل، إدخال الطرائق التعليم الحديثة والعصرية في مناهج التعليم. لذلك نحن في المركز التربوي للبحوث والإنباء عم نشتغل بورشة إعادة النظر بالمناهج، وأحد يعني دعائم هذا التطوير هو استعمال كل المعارف الجديدة اللي نشأت وأبرزها الذكاء الاصطناعي، لأنه مفروض تلاميذنا يبلشوا يتعودوا على هذه القضايا المواجهة المستقبل ويقدروا يحطوا حالهم في مكان آمن لإلهم في سوق العمل. كما أشار رئيس رابطة اللغة الإنجليزية في لبنان روني كرم بأنه إن لم نحسن استخدام الذكاء الاصطناعي سيقضي على البشر. الذكاء الاصطناعي هي رابع مرحلة بدها تبلش، إذا لم نحسن استعماله رح يقضي على كل العالم. نحن بدنا إياه يساعدنا ما يجي محلنا، مشان هيك نحن عم نطور الوعي وعم نحضر مشان لحتى يكونوا الناس يقدروا يحسنوا استعمال هالموضوع يلي جاي علينا. في محدودية تتستعمله بسبيل التطور وخدمة الإنسان مش الإنسان بخدمته. للذكاء الاصطناعي إيجابيات عديدة في التعليم، ولكن هل من الممكن أن يحل مكان الأساتذة؟ بالتعليم بيساعد الأساتذة على أنه يقدروا ينوعوا بأسئلتهم، بيساعدهم لحتى يقدروا يحطوا أسئلة فيها specific guidelines، فيها specific كل شيء ممكن يكون بالstructure المطلوبة. بيساعد أنه بيوفر وقت research على الأساتذة كمان، يعني بيوفر وقت علينا كتير بقصة الريسيرش. ممكن يحضرنا في أدوات، ممكن تحضر lesson plan، بس أكيد نحن ما في غنى عن شغلنا يعني بالنهاية. نحن ما نعمل التويكينج التظبيط، ما نظبط فيه، هو ما it doesn't replace us، ما بيحل محلنا، هو ممكن يساعدنا. That's it. بالرغم من التحديات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون بوابة نحو مستقبل تعليمي أكثر تطورا وفعالية في لبنان.